هل الفقير الذي لا يستطيع إخراج زكاة الفطر عليه زكاة؟ المقصود بالفقير الذي لا تجب عليه زكاة الفطر هو الذي لا يجد قوت يومه وليلته، أما الذي يجد فاضلا عن قوت يومه وليلته وعمن تلزمه نفقته فيجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. وبناء على ذلك الذي لا يجد قوت يومه وليلته في وقتنا الحاضر قليل جدا، فمعنى هذا أن أكثر الفقراء تجب عليهم زكاة الفطر، فيجوز لهم أن يأخذوا زكاة الفطر باعتبارهم فقراء، ويجب عليهم أن يدفعوا زكاة الفطر باعتبارهم يملكون فاضلا عن قوت يوم العيد وليلته.